مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم الآن في نقل مباشر من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم البنك الدولي بتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. صباح الأحمد صباح أمير دولة الكويت مساهماته الكبيرة للدول النامية في المنطقة والعالم. سنرسل نائب الرئيس إلى الكويت وسيقدم الذكرى إلى الأمير وتقديرنا له. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في 9 سبتمبر 2014 أطلقت الأمم المتحدة لقب قائد العمل الإنساني على حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، تقديرا للجهود الكبيرة التي قام بها سموه ولا يزال لخدمة السلام والإنسانية المتمثلة في مبادرات سموه لنصرة الإنسان ومساعدة المنكوب وإغاثة المتضرر. واليوم في 12 إبريل 2019 تعلن مجموعة البنك الدولي وتزامناً مع انعقاد اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن عن تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تقديراً لجهود سموه في دعم السلام والتنمية والمساعدات الإنسانية في المنطقة والعالم أجمع، وأنه بالنيابة عن شعب وحكومة دولة الكويت أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمجموعة البنك الدولي لمنحهم هذا التقدير الاستثنائي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدوره الريادي في دعم السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. كما أنني أنتهز هذه الفرصة لأرفع إلى مقام سموه الكريم أسمى آيات التهاني على هذا التكريم المستحق من قبل هذه المنظمة العريقة. إن الكويت في ظل قيادة سموه الحكيمة تتمتع بدبلوماسية تمكنها من قيادة المسيرة في دعم السلام والمبادرات الإنسانية والتنموية في المنطقة والعالم أجمع. إن مكانة الكويت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في العمل التنموي لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه الجميع في دعم السلام والتنمية المستدامة، سواء عن طريق مشاريع صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية أو عن طريق المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية، وهو النهج الذي أسسه حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وحرص على تعزيزه وتنميته لإيمانه الراسخ بأن تعزيز السلام ودعم العمل التنموي ومحاربة الفقر وتمكين الشعوب مسؤولية مشتركة للجميع تتطلب تضافر الجهود. إن تكريم البنك الدولي اليوم ليعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في المجتمع الدولي، وتقديره لمبادرات سموه الكبيرة في دعم السلام والتنمية لما فيه خير الإنسانية. وأنه لا يسعني سوى أن أجدد شكري لمجموعة البنك الدولي ممثلة بالسيدة كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد فريد بالحاج نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد دكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي على هذا التكريم المستحق، سائلا المولى عز وجل أن يمد في عمر سموه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية ويحفظه قائدا للعمل الإنساني ورائدا للعمل التنموي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وشكرا معاليك. انه لمن دواعي الفخر والسرور ان نكون اليوم في لقاء هذا مع معالي وزير الماليه ومع السيده كريستالينا جورجيفا لتمثيل تمثل البنك الدولي معنا. هذه فرصه طيبه لكي نشيد بالدور الهام والمحوري
الذي يقوم به سمو الأمير سمو الأمير دولة الكويت أحمد جابر الصباح. فإننا اليوم ومع الكويت في طريق واضح وطريق يعني مستوي للتفاعل على مستوى النمو الاقتصادي والنمو والدعم الاقتصاد ودعم التنمية في حول العالم ودعم التنمية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. فدور الكويت ودور صاحب السمو هو دور هام ودور محوري ودور يشيد به البنك الدولي والمجتمع الدولي. فسأكون في الكويت إن شاء الله بعد أيام للحديث مع الحكومة الكويتية ولتقديم هذا العربون لأهمية الكويت في الدور الهام الذي يعني يقوم به على مستوى مرة أخرى التنمية الاقتصادية والتنمية في حول العالم. فهل العربون هذا سيكون عربون على مستوى العالم وعلى مستوى البنك الدولي؟ وسأكون يعني يكون فخري أن أكون في أنا هو الذي سأقدم هالعربون هذا إلى دولة الكويت وإلى سمو الأمير. فشكرا جزيلا على الانتباه وإن شاء الله في اللقاء في الكويت في الأيام القادمة وشكرا جزيلا. السيدة كريستينا غورغيفا رئيسة البنك الدولي قدمت المجموعة البنك الدولي بكل شكر وتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه على جهوده السخية ومساهمته في مجال السلام والتنمية الدولية. البنك الدولي هو أكبر مؤسسة دولية في مجال التنمية والإعمار وتمثل 189 دولة وتساهم بأكثر من 70 مليار دولار سنوياً في مجال التنمية المستدامة لتقليل الفقر وجلب الحياة الكريمة لشريحة الطبقة الأقل دخلاً وكذلك ضحايا الحروب والمحلية والصراعات. الكويت بدأت مشوارها في مجال التنمية الدولية بانضمامها إلى مجموعة البنك الدولي عام 1962. العلاقة بين الكويت والبنك الدولي علاقة استراتيجية متينة وكذلك إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961 ومساهمة في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال التنمية ومساعدة الدول الأقل دخلاً عالمياً. هذا التكريم كبير بالنسبة للكويت تحت قيادة صاحب السمو وكذلك للعالم وبالخصوص لي شخصياً كعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي. وهذا التكريم يزيدنا عزماً ومثابرة في مجال التنمية المستدامة والإعمار ومساعدة الدول تمر في صعوبات كبيرة لتحقيق تطلعات شعوبها. أنا أشكرك السيدة كريستالينا معالي وزير المالية السيد نايف الحجرف ونائب الرئيس السيد فريد بلحاج والشكر لكم موصولين كلكم على هذا التقدير وهو تقدير لنا جميعا. تحياتي. أود أن أمر أرسل رسالة إلى الشعب الكويتي إن حضرة صاحب السمو اختار شخصا مميزا ليمثل في مجلس الأمناء وأنه قد جعل الشعب الكويتي فخورا به. شكرا لكم. Thank you for doing this. I appreciate it. No, it is my honor. I appreciate it. My honor. Thank you. Thank you. I was very fortunate to be interim president to sign the proclamation. Thank you. This will be a. Thank you. إذن سيداتي وسادتي كما شاهدتم بهذا التكريم من قبل البنك الدولي تكريما لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. فدائما أيها الأخوة والأخوات البنك الدولي دائما ما يشارك دولة الكويت
في استضافتها للمؤتمرات الدولية تحقيقا للأهداف الإنسانية التي تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن والاستقرار واحتواء الأخطار ودعم برامج حقوق الإنسان والإغاثة عند وقوع الكوارث. إن الدبلوماسية الكويتية أيها الأخوة والأخوات رفيعة المستوى والثابتة في المنطلقات بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تسعى دائما لحل النزاعات بين الدول والعمل على معالجة تداعياتها. إن هذه الدبلوماسية كما شاهدتموها مشاهدين الكرام ظهرت جليا في ملف اللاجئين ومن خلال استضافة دولة الكويت للمؤتمرات الدولية الثلاثة لدعم الوضع الإنساني في سوريا وأيضا شراكتها في رعاية ورئاسة المؤتمرات المتلاحقة. إذن مشاهدين الكرام كان هذا نقل حي وأيضا مباشر من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام البنك الدولي بتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تقديرا لدور سموه على المستويين الإقليمي والدولي في دعم التنمية الاجتماعية وأيضا الاقتصادية وإحياء السلامة. حضر هذا الحفل معالي وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.